مساكم بالخير يا الاهل، مساكم بالخير يا الحبايب. نلتقي معاكم بحلقه جديده سيم تايم سيم بليس على كويت سبورت الطموح، وراح نشوف الطامحين معنا في هذا البرنامج، ويمكن اكررها في كل حلقه. الله زرع فينا ورب العباد زرع فينا حق الاحلام، والانسان اللي كانت عنده احلام عنده الحق في تحقيق هذه الاحلام. من سبب شنو؟ ان بدايه تحقيق الحلم هو الحلم نفسه. ورانا بحر، ورمات البحر واقفين عليها. نبي نرجع شوي للماضي، ونبي نتفكر شلون كانوا عايشين اهلنا، ابائنا، اجدادنا، على نهمه هول ويامال، وفوق هذا وذاك. شراع، سالفه الشراع، وشلون وصل الشراع ب 2017 الى العالميه من خلال فرق كويتيه، بس من غير هول ويامال، لكن اصاله مرتبطه مع بعض. خلكم معانا في هذه الحلقه من طموح. تعتبر رياضة الشراع إحدى الرياضات المائية، وهي عبارة عن فن التحكم بالقارب الشراعي والقدرة على السيطرة عليه وتغيير وضبط مساره في مواجهة الرياح والأمواج. وتتطلب هذه الرياضة العديد من المهارات واللياقة البدنية، وتعتمد بصورة أساسية على استخدام فارق السرعات بين الرياح التي تدفع القارب والماء الذي يسير عليه. والشراع وحده لديه القدرة على دفع المركب دون توجيه. هذا وتواصل الفرق الكويتية لرياضات المائية تفوقها، وبالأخص رياضة الشراع، لجميع الفئات لتحصد الإنجازة والإنجاز بسواعد الشباب الكويتي. بما أننا تكلمنا عن هذه اللعبة وعن هذه الفئات المنتمية للعبة، وتكلمنا أكثر وأكثر عن هذه الرياضة الجميلة اللي تحتاج إلى تسليط الضوء الإعلامي عليها، راح يكون معنا الكابتن علي الفيلشاوي، لاعب المنتخب الوطني للناشئين. نقول له حياك الله معنا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك؟ زين الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله. أمور طيبة؟ الحمد لله. ما بيك توتر، أبيك تاخذ راحتك باللقاء. بطل بالبحر، وإن شاء الله تكون بطل بالبر هنا معنا بالتلفزيون. علي، لو نتكلم بالبداية عن الفئة اللي أنت تنتمي لها، يعني تنتمي لها، وعن قارب الأمل اللي أنت قارب التفاؤل عفواً اللي أنت تلعب عليه، وعن الفئة اللي أنت حالياً فيها، إيش راح تقول لي؟ إن أنا بفئة الأوبتيمست الحين. حلو. إن هي 15 سنة تحت تكون قارب الأوبتيمست، فوق 15 سنة تكون قارب ليزر مثل هو هذا، وفي وايد أصناف هو على الأعمار والوزن. حلو، على الأعمار وعلى الوزن. متى فكر خلنا نقول علي الفلشاوي انه يدخل الرياضه هذه او اللعبه هذه، ويقول والله انا ابي العب يعني لعبه الشراع الجميله اللي موجوده عندنا هنا بالكويت؟ يعني متى دخلت؟ متى دخلت بالضبط؟ ايش كثر صار لك تتمرن؟ صار لي اتمرن 4 سنين ونص. حلو. والحين صار لي انا 11 من 2013، يعني تقريبا كذي. والحمد لله من اولها قام اتدرب عدل وعدل، واسافر دول معسكرات، وحققت بطولات وايد. حلو، سافرت دول ومعسكرات وحققت بطولات وايد. يا علي، شنو البطولات اللي جبتها او البطولات بعد اللي شاركت فيها؟ شاركت مثل الكويت ودول الخليج والدول الاوروبيه اللي برا ووايد دول. حلو، شنو احلى بطوله شارك فيها علي الفلشاوي؟ ما تذكر احلى بطوله؟ كل واحد لاعب يلعب رياضه معينه عنده بطولة ما ينساها، صارت فيها أمور، صارت فيها وناسة، حقق إنجاز فيها، ياب مركز فيها، فشنو البطولة اللي ما ينساها على الفلشاوي؟ البطولة بولندا. بطولة بولندا، شنو اللي كان يميز البطولة هذه؟ إنها كانت بطولة العالم، وكل لاعبين يعني رحنا وكنا بغرفة واحدة، فكان وناسة يعني. حلو. وما كنا ننسى الذكريات اللي صارت مثل المرح ومزح وكذي. حلو حلو حلو، عسى دائم الدوم ان شاء الله تستانسون وتفرحون بمعسكراتكم بطولاتكم وغيرها من هذه الامور الحلوه. خلنا نقول علي، رياضه الشراع بالكويت يمكن اي شخص، زين، اي صبي، اي شاب، او حتى الحين البنات يبون يلعبون رياضه، اول شيء يتجهون له كره القدم، الرياضه الشعبيه الاكثر في العالم. لكن شو اللي خلى علي ينقي رياضه الشراع مثلا وما يروح كرة القدم، ما يروح كرة سلة، ما يروح رياضات جماعية ثانية؟ إن أبوي كان هو لاعب بطل الخل العرب، فهو قال لي إن دخل هاللعبة ومثل ما أنت تبي، فأنا جربت هاللعبة وعجبتني وحاولت إني أكون فيها بطل وأرفع اسم الكويت.
حلو، رفعت اسم الكويت وان شاء الله دايم الدوم ترفع اسم الكويت. زين انا واحد ما اعرف بلعبه الشراع وايد، لو اقول لك شنو الفئات اللي موجوده يعني عندكم بالنادي اللي تتمرن بلعبه الشراع، شنو الفئات اللي موجوده؟ الاوبتيمست، الليزر، وشنو في غيره؟ احنا عندنا الاوبتيمست والليزر والستاندر 4.7 والراديال، وعندنا بعد الاوبيكات مثل الغارب الكبير حق شخصين، وعندنا 420 وفي اكثر من قوارب وايد بس انا ما اعرف اساميهم. حلو، بس انت تلعب خلينا نقول على الاوبتيمست. ايه؟ متى تنتقل حق الليزر لما يصير عمرك 15 سنه او تقريبا بعد سنتين؟ بعد سنتين. حلو، شو اللي يفرق من الاوبتيمست للليزر؟ الحجم ولا شنو؟ الحجم، وان الشراع يكون اكبر بوايد لانه هو الشراع يمشي على الهواء فياخذ هواء اكثر ويكون اسرع، وان وحب الهواء احنا لازم نطلع برا عشان يعني الغارب يتوازن ما ننقلب. حلو، عشان كذي يعني لازم يبي له واحد كبير. يبي له واحد كبير، وانت كبير ان شاء الله وكبير بانجازاتك الجميله. انزين لو اسال علي شنو يبي من هالرياضه، وين تشوف نفسك بالمستقبل؟ يعني شوف علي ان شاء الله بطل عالم، بطل العرب، توصل الى هالمستوى هذا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انزين حق اي احد قاعد يطالعنا على شاشه تلفزيون دوله الكويت سبيشلي قناه كويت سبورت، اللي ما يعرف عن هذه الرياضه وحاب انه ينضم ويدخل في هذه الرياضه، ايش راح تقول له؟ اقول له تفضل بنادينا وانصحك انك تجرب وان شاء الله تعجبك هاللعبه وانت تكون من ضمننا وترفع اسم الكويت الغاليه. ان شاء الله كلنا دايم الدوم نرفع اسم الكويت الغاليه. مشكور يا علي من هالاعلى، ومره ثانيه اذا عندك بطوله ولا شيء بلغنا وني نسوي لكم باذن الله تغطيه خاصه وحصريه عشان تشوفون انجازات ابناء الديره وتشوفون انجازات عيالنا. مشكور علي. مشكور حبيبي من هالاعلى. ومثل ما عندنا شباب مبدعين في هذه الرياضة ومثل ما المنتخب الكويتي قاعد يحصد مراكز جميلة في هذه الرياضة، أيضا عندنا فتيات وشابات مبدعات للأمانة. الكويت وكل الخليج والعالم العربي يفتخرون فيهم من واقع إنجازاتهم
الجميلة. معانا أختنا سارة العساف اللي حققت مركز متقدم جدا خاصة في البطولة الخليجية. خلونا نرحب فيها في البداية بعدين نسولف وصولا إلى المركز الجميل اللي هي حققته. أختي سارة حياك الله معانا. الله يحييك. منورتنا. يعني الأمانة لما الواحد يقول فتاة وبنية تلعب هذه الرياضة هو ما هو شيء غريب كثر ما الواحد يكون فخور أنه يقابل هذه الفتاة. سارة إيش كثر صار لك تلعبين هذه الرياضة؟ داشين يعني على السنة الرابعة. السنة الرابعة حلو. وإذا فيني أسأل كم عمرك سارة؟ 14 سنة لطولة العمر إن شاء الله. شنو الفئة اللي تلعبين فيها سارة؟ كنت ألعب بالأوبتيمست حققت وايد مراكز والحين توني أبدي بالليزر اللي هو هذا. اللي هو هذا اللي إحنا قاعدين عليه. إنزين يمكن أنا سألت أخونا علي الفيلشاوي شنو الفرق بين الأوبتيمست وبين الليزر وبين الفئات هذه اللي أنتوا تدرجون فيها وصولا إلى أعلى فئة. بلشت أنت بالأوبتيمست. كم كان عمرك؟ 9 10 شيء. 9 سنوات 10 سنوات. وشنو المراكز اللي حققتيها بفئة الأوبتيمست؟ خذيت مركز على بطولات بالبحرين اللي هي البارح، بطولات الخليج كم مرة حقق فيها مراكز على فئة الأوبتيمست بالبنات، جبت بطولة الخليج اللي طافت ثالثة على البنات ما شاء الله، وكم مرة أجيب مراكز على البطولة العربية. حلو، وكل التوفيق إن شاء الله وعسى ربي دايم الدوم يوفقك في احتلال المراكز الأولى. شيء مو هين لما سارة العساف تروح تشارك في بطولة وتجيب مركز، كل ما جبتي مركز وحصلتي مركز صار ان الواجب عليك زيادة ان انت المفروض تأدين وما تنزلين من المكان اللي انت وصلتي له. شلون قادرة تحافظين على خلينا نقول الليفل اللي انت وصلتي له سارة؟ هو تدريبنا والمدربين يعني اللي يدربونا كابتن زين واللي يعني كابتن نوف اللي يدربونا يعني محافظين على تدريبنا وكذي، فمع تدريبهم واحنا وقتنا اللي نلعب فيه الشراع فمحافظين على الليفل اللي احنا فيه. حلو، وان شاء الله دائما الدوام تكونوا محافظين على الليفل اللي انتوا فيه. تحقيق المركز الثالث على مستوى الخليج مو شيء هين ولا شيء سهل، شيء يخليك فخوره بنفسك صح ولا لا ساره؟ زين شنو كان شعورك يوم حصلتي المركز الثالث؟ كنت مستانسه يعني ان حققت المركز لان يعني كنا نلعب يعني كنا نبي نحقق مراكز وكنا نبي نحقق مراكز اكثر بس ما حصل، فان شاء الله البطولات الجايه بعد اعتقدها ان شاء الله والبطولات الجايه راح تحققين مراكز اكثر واكثر. انزين دائما اي شخص فينا يدش في اي هوايه او اي رياضه يكون في شخص اثر عليه او قال له اقلها او هو من الداخل يكون حاب الرياضه هذه. شلون ساره اختارت لعبه الشراع؟ والله ابوي يعني هو كان سباح والسباحه يعني ما كانت شيء انك انت بيسويه، فعرفنا على هوايات ثانيه يعني الرمايه والصيد يعني كذي، فاحنا كنا نحب البحر وكذي فقررت ان ادش الشراع وابوي شجعني فاستمريت يعني بالشراع. بالكويت الكل يعرف مثلا الرياضه الاولى كره القدم. إيه؟ حتى في بنات يلعبون سوكر كره قدم وغيره وكذي. اذا احد قاعد يطالعك عن طريق التلفزيون عائله ام ابو واحده من عمرك حابه تلعب الرياضه هذه شنو لازم تسويه عشان توصل الى مرحله ساره العساف عشان تصير نفس ساره؟ شلون تدرج؟ شلون تمرن؟ وين تسجل؟ شو اللي تسوي؟ اللي يبي يعني حاب انه يدش لعبه ويستمر فيها لا يوقف يعني حتى لما يكون تعب على هاللعبه، حتى اذا بدا يعني ما يوقف لان اذا وقف يعني حرام ان هذا كان يعني يبي يحقق شيء. حلو، فأهم شيء إنه يكمل باللعبة. أهم شيء إنه يكمل وأهم شيء إنه يستمر بهذه اللعبة. شنو أكثر بطولة سارة ما تنساها وتحبها عشان الأجواء اللي صارت فيها عشان المراكز اللي حققتها وعشان أمور خلينا نقول صارت بهالبطولة؟ شنو أكثر بطولة تحبينها سارة؟ بطولة البارح بالبحرين. بطولة البارح بالبحرين شو اللي ميز البطولة هذه؟ كان في هواء قوي. حلو. فإنه وايد لاعبين ما قدروا يكملون لأن من يعني الهواء كان حيل قوي، فأنا يعني كان مدربي يقول لي أنت كملي بس خلص السباق وتحققي مركز بإذن الله كان أكمله يعني حتى
من كثر الهواء قوي كنا عادي ننقلب بالسباق ونرد ونكمل وكذي. فكملت السباق كله، كان يجيب الثانية على الثانية على الجونيور ما شاء الله، أولى على البنات ما شاء الله، الثانية على الجونيور والأولى على البنات، عبال ما تصيرين الأولى على الجونيورز والأولى على السينيورز والأولى على العالم بإذن الله. سارة، قبل لا ننتقل حق الفاصل خلينا نقول، أو قبل لا نروح نشوف اللقطات الجميلة هذه معانا، أي أحد قاعد يطالعك شنو تقولي له عشان يدش لعبة الشراع أو يدخل في هواية الشراع، شنو النصيحة اللي تقدمينها حق إخواننا بالتلفزيون؟ يعني إن الشراع لعبة يعني أجدادنا، فودنا نستمر فيها، فاللي حاب إنه يحب البحر وكذي خليه يدش، لأن الشراع لعبة وايد حلوة. الشراع لعبة وايد حلوة، وبنياتنا وفتياتنا اللي قاعدين يحققون المراكز الكبيرة هذه هم أحلى وأحلى، ويجملون ويبروزون هذه اللعبة. مشكورة يا سارة من هالأعلى. بس قبل لا نختم أبيش تعطيني وعد، قولي وعد أول شيء. وعد إنك دائم الدوم تحصدين مراكز أولى، وما تتخلين عن المراكز اللي أنت حصلتيها، والثابرين 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 لما تصيرين بطلة العالم إن شاء الله، وإذا في أعلى بعد إن شاء الله. إن شاء الله. قواك الله يا سارة، مشكورة. نقول أخيرا وليس آخرا، وختامه مسك لهذه الحلقة، راح يكون معنا أيضا أحد الناس اللي رفعوا رأس الشعب الكويتي ورفعوا علم الكويت عالي في مختلف المحافل الدولية والمحلية، لاعب المنتخب الوطني للشراع أخونا علي أبو حمد. حياك الله معنا. الله يحييك، منورنا مشرفنا. تسلم يا غالي حبيبي، سلمك وخليك. علي، لو نبلش فيها ونقول ما شاء الله وصولك لفئة الليزر رايديل، إنزين، اللي هي تعتبر من الفئات الكبيرة، وبس يبقى لك فئة واحدة وخلص. نعم صحيح، اللي هي شو يسمونها قلت لي؟ الستاندرد. متى تدرج علي أبو حمد في هذه الفئات عشان يوصل لي ليزر رايديل، ومتى بلشت في هذه اللعبة، وكم سنة صار لك؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحين صار لي تقريبا 10 سنين. ما شاء الله. وبدأت بأول شيء بال4.7، بعدين لعمر 16 سنة خلصت منه، انتقلت للراديال. الراديال العمر يكون مفتوح عادي، العمر يعني اي احد يقدر يلعبه، بس يحكم الوزن، اذا كان الوزن خفيف ما يقدر يسيطر على الشراع، لان الشراع يكون كبير ويشيل هواء
أكثر فما يقدر يسيطر على الغارب. من بعد هذا الواحد يعني ارتفع وزنه أكثر من 80 ينتقل حق الستاندر اللي هو أكبر شراع موجود. حلو. لو نتكلم علي مو بس عن الفئات اللي أنت لعبت فيها، لو نتكلم عن الإنجازات اللي أنت حققتها بكل فئة أنت لعبت فيها، شي يطري عليك من هذه الإنجازات؟ ما شاء الله يعني ما شاء الله دائما نقول نحصن عيالنا وحبايبنا اخواننا ونقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قول يا ابو حسين. تسلم غالي. والله نتائج وايد الحمد لله، فيها نتائج بطوله الخليج عندي المركز الاول وعندي المركز الثاني بطوله الخليج، وبطولات الدوليه اللي بقطر هم عندي فيها مراكز، بطوله البارح ما شاء الله هم الفريق مو مقصرين. البارح السنة اللي طافت الفريق كله جاب المراكز في جميع الأصناف وما قصروا الشباب. حلو، منها إلى الأعلى إن شاء الله دائم الدوم. لكن هم نحن يطري علينا التصنيف الجميل اللي أنت أخذته كونك المصنف الثالث على الدول العربية وعلى المسابقة الجميلة اللي صارت في مصر. شو يطري عليك من هذه الجولة في حياتك وشو نتمثل لك، خلنا نقول أو يمثل لك هذا التصنيف في حياة علي أبو حميد؟ والله أول شيء الحمد لله هذا شيء أنا أفتخر فيه وأهدي حق أهل الكويت وحق الأمير، وما قصروا الشباب هني، أحمد الفلشاوي كابتن أحمد الفلشاوي وكابتن خالد الفودري كلهم الدعم منهم والتخطيط والإدارة والمدربين كلهم ما قصروا. حلو. إنزين لو نقول أكثر ناس قاعد تدعم رياضة الشراع في دولة الكويت، من الداعمين لكم علي أبو حمد كونها رياضة جميلة فيها إنجازات وقاعد تحقق إنجازات وقاعد ترفع اسم الكويت، لكن شعبيتها يمكن مو نفس باقي الرياضات الثانية وتعد من الرياضات المميزة، فمنو من الداعمين الأساسيين والركائز الأساسية في الدعم لرياضة الشراع بالكويت؟ صحيح هي رياضة الشراع مو مشهورة وايد بس احنا نحبها بالخليج عشان شي طالع ببرنامجنا. يعطيكم العافية. ولا تقول اي رياضة، بأوروبا هي مشهورة الرياضة هذه. صحيح. لدرجة ان في مادة بالمدرسة يعطونهم مادة الشراع، اما بالكويت مو مشهورة وايد، والهيئة العامة لشباب الرياضة دعمتنا الحمد لله ما قصروا، مبادرين في الدعم المادي والدعم المعنوي مو مقصرين ويانا، كذلك الإدارة والطاقم المدربين كلهم مو مقصرين. يعطيهم العافية. يعطيهم العافية وانت وايضا يواليكم العافية على تحقيق هذه المراكز المتقدمة والجميلة. بطولة العالم في تايلند. نعم. قاعد جهز لها اخوي علي. اكيد. انزين شنو التجهيزات اللي يقوم فيها علي ابو حمد قبل لا يدخل اي بطولة عالم او اي جولة، خلنا نقول سواء كانت محلية خليجية او عربية؟ التجهيزات تكون بالبحر وبالجيم بالصالة. حلو. تجهيزات البحر تاخذ ساعات اكثر، تاخذ ايدك على الحبل ايدك على الغارب شلون. تجهيزات بالصالة لياغة، عندك نسوي معسكرات قبل يعني بطولة مهمة مثل هذه، اكيد لازم يكون قبلها معسكر عشان نتدرب حق البطولة. حلو. انزين شنو يطري عليك من المعسكرات؟ معسكر ما ينسى علي ابو حمد يحبه وايد، لا ذكريات جميلة في هذا المعسكر. معسكر سويناه بالمغرب 10 أيام، استفدنا منه وايد، وللحين الحمد لله انا قاعد اخذ من خبرة المعسكر اللي سويناه بالمغرب. حلو. وبطولة ما تنساها علي؟ بطولة ما انساها بطولة الخليج 2015 خذيت فيها المركز الاول، كانت في ابو ظبي. كانت في ابو ظبي بجزيرة ياس ما خاب ظني، كانت بياس او السعديات شيء كذي، لكن كانت في ابو ظبي. وكلنا نذكر ان المنتخب الكويتي اخونا علي ابو حمد حقق خلونا نقول مراكز متقدمه وحقق المركز الاول في هذه البطوله. زين علي اللي قاعد يطالعك الحين دورك كمذيع انتهى. مذيع مشاغب شوي. نعم. انزين فدورك كمذيع الحين انتهى، ابيك انت منك للكاميرا ايش تقول حق اي شخص قاعد يتابع علي ابو حمد ومعجب بإنجازاته ومعجب بهذه الشخصية الرياضية الجميلة عشان يوصل إلى مرحلة علي أبو حمد، نصيحة أنت تقدمها حق السادة المشاهدين؟ أول شيء يعطيكم العافية، اللي يحب البحر ويحب الرياضات البحرية لازم يكون عنده طولة بال، لأن الرياضة هذه بلها طولة بال، رياضة جميلة صراحة وتعطيك الصبر. هذا إذا أنت كنت داخل بالبحر وبروحك بالغارب توسع صدرك شوية، ورياضة حلوة جميلة صراحة. حلو. وانتوا الأجمل أبنائنا ولاعبيننا وأخواننا
في منتخب الكويت الوطني من خلال تحقيقكم لهذه الإنجازات الرائعة ومن خلال رفعكم لاسم الكويت دايم الدوم عالي. علي ابو حمد اليوم انا تشرفت فيك، كل الشكر لك وما قصرت بعد راسي، يعافيك وخليك. بكذي وصلنا معاكم لختام حلقة برنامج طموح لهذا اليوم، خلكم معانا سيم تايم سيم بليس على الثالثة وكويت سبورت علشان تشوفون الناس الطامحين وشلون وصلوا بطموحهم. في امان الله. We'll be right back.